ايش هذا يا شيخ؟ ايش هذا؟ هذا دنيا ما فيها امانة. انا هنا معروف، كل نفر هذا يجي مرة واحد، يجي واحد مرة بس، مشكلة خلاص. انا من يوم ما شفت وجهك استرحت. المهايطية الله يفكنا منهم. بس الليل ورا سيارتك التنافض كذا الذيل. والله شوف ترى لازم تغير البواجي يا اخوي. يا ابوي هذه ما هي البواجي، اكيد المشكله من فلتر البنزين. ايش بكم؟ اها اكيد من البنزين. يا الله بدينا نفتي. يا ولد ما عليك منهم يا رجال، ذا نظف البواجي امورك طيبه. اها خلاص خلاص. ايش رايكم نروح نشوف ورشه قدام؟ افا وانا وين رحت؟ جنب يا رجال جنب، اقرب محطه وزالها بس. قدام. خبيص طفطف السيارة، خلي الماكينة تبرد وأنا بنقز أجيب بنزيم وخرق لزوم التنظيف. ما شاء الله عليك يا بعيد، طلعت خبير ياباني مستورد. ها صدقني البواجي يبغالها تغيير. يا أخي أنت تسوقها؟ متأكد أنه فلتر البنزين؟ أنا متأكد، قبل يومين حصلتني نفس المشكلة. يا رجال ما عليك منهم، ساكرب البواجي. أقول ساكربها يا ولد، خلق رجال. إيه كذا لازم تتغير البواجي، لازم يتغير الفلتر. هي كذا يا سنادي، ادعكها دعك بخرقة البنزين. بوجي بوجي. ها كيف عيال، ما تحسون ان التفتفة خفت؟ الا زادت اكتر من اول. ايش بك انت؟ افا اقول فكنا من نياتك معيض، خلونا نغير البواجي ونخلص. يا صديق غير بواجي. لا 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 البواجي ما فيها شيء. ايش تركب؟ وش تركب؟ وشو بواجي؟ غير بواجي. وشو تركب؟ وشو انا اقول غير بواجي يا اخوي، اي حاجه بس تشتغل يا اخوي يخلص بس. اوكي اشوف ان احنا غيرنا البواجي والتفتفه ما راحت يا الفص. قلت لك انا سيبك منهم، لو ما طلع فلتر البنزين غداكم على حسابي. يا الله على الله بس يطلع كلامك صح. والله انت اللي طلعتم متفتفين، كل واحد يخرج من كيسه. كان مدانا وصلنا من ساعتين لولا هياطكم. هذا مركز عبد اللطيف جميل ولا واحد يتكلم. اوف هياط هياط هياط. السياره ما يبيلها غير صيانه بلدها. كشفنا على السياره وطلع عندك البخاخات يبغى لها تنظيف، وعندك مشكله ثانيه فلتر البنزين تقليد، والبواجي ما تناسب السياره وتحتاج تغيير. كله مني واستاهل، سمعت كلام المهايطيه، كان لازم اني اجيكم كان افضل. لا تشيل هم يا اخ بيص، إن شاء الله ساعة زمان والسيارة تكون جاهزة. أجل الله يحفظك إن شاء الله. أروح أتغدى وأنا المهيطية وبرجع لك. خليتوني أسكر بالبواجي وأدعكها وأغيرها وأخرط حقة فلتر البنزين، والسالفة بالأخير طلعت تنظيف بخاخات. واحسبوا حسابكم، كل واحد منكم راح يعزمنا على عزومة على حسابه علشان تبطلون هالهياط. تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. عاد ترى لا تفوتكم الحلقة الماضية، عاد سبسكرايب هنية واللايكات هنية، وأبغى شير يكون